السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة الثانية تسيير واقتصاد أينما كنتم وحيثما وجدتم. نلتقي مجددا إن شاء الله اليوم باش نحكوا على النسب المئوية والمؤشرات. الدرس تاعكم الأول ولا المجال تاعكم الأول ولا الوحدة تاعكم الأولى، المهم الدرس هذا كامل ولا الدروس هذه كامل راح تقراوها في 3 أسابيع. حنا واش راح نديرو دوكا؟ راح نحكوا عليهم كامل إن شاء الله. كيفاش نحكوا عليهم؟ نعطيكم العنوان، نعطيكم القانون والقوانين اللي يلصقوهم، نحكوا شويه على القانون ونديروا مثال تطبيقي هكذا باش بنادم يفهم مليح. وعلى بركه الله وبدون اي اطاله نبداو بواحد، نسبه الجزء من الكل، القانون اللي يلصقوه هذا هو، هذا على بركه الله. نشوف نسبه الجزء من الكل، شوفوا مليح، وراه الجزء وراه الكل وراه النسبه المئويه. ا هذا هو الجزء، شفتوا ا هذا ا، معليش ا هو الجزء، ان هو الكل، اكس هو النسبة المئوية، ان هو نسبة الجزء من الكل. باش نفهموها مليح هاكم مثال، هذا قولوا مثال قسم يتكون من 50%، كي نحكم التفويج من 50%، 40 منهم من الذكور، 40 منهم من الاناث، خير 40 منهم من الإناث، بس كل البنات أكثر من الأولاد في الدراسة. هيدا 40 منهم من الإناث، ما هي نسبة الإناث في القسم؟ ما هي نسبة الإناث في القسم؟ هنا واش نديرو؟ نستعمل القانون هذا ولا نستعمل طريقة أخرى؟ شوفوا مليح، أنا عبالي باللي 50 تقابلها 100%، 40 شحال تقابلها؟ تقابل الحاجة اللي نحوس عليها هذوك، ما هي النسبة المئوية. واش معناها؟ واش ندير؟ ندير إكس في 50 تساوي 40 في 100، ولا إكس واش يساوي؟ كي نهبط ال 50 واش تولي؟ 40 على 50 في 100 وتساوي لي 80%. نسبة الإناث في القسم هي شحال؟ هي 80%. نستعمل هذا ولا نقول هكذا؟ نستعمل القانون هذا ديريكت ونقول أ على أن في 100. هذا وشنو؟ هو الجزء، شحال الجزء؟ شحال 40. ان شحال الكل؟ شحال الكل؟ 50%، في 100 ونصيبها 80%. باش نفهم نسبة الجزء من الكل، خذينا هنا 40 منهم من الإناث على خاطرش صح، كي نشوفوا في المدارس ولا في الثانويات نصيبوا البنات اكثر من الاولاد. هذا ما كان. نروحوا دوكا واش؟ نروح دوكا للنسبة المئوية أخرى، رقم 2. ثانيا النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى، هاوليك القانون. خلينا من القانون نروح هنايا للمثال تاعنا. مثال تمثل نسبة الذكور، درنا لكم مثال على الذكور باش ما تزعفوش علينا. تمثل نسبة الذكور 60% من قسم السنة الثانية تسيير واقتصاد، هذا في قسم 60% منه ذكور والباقي إناث، ثم 40% إناث. خلاص هاد الذكور منهم 50% نصف داخلي ولا تلميذ داخلي، هكذا صح. هاوليك القسم تاعنا واش فيه؟ في هنايا 60% وهنا فيه 40%، ياك. هام 60% تاعنا هادو ذكور، 60% ذكور، خلاص هاد 60% 50%، ثم النص تاعهم هاوليك 50%، هاوليك 60% النص تاعهم 50%، كيفاش؟ داخلي ولا نصف داخلي. دوكا واش قال لك؟ قال لك ما هي نسبة الذكور الداخلين بالنسبة لتلاميذ القسم؟ دوكا شحال نسبة الذكور الداخلين بصح باش بالنسبة لهذه الفوقانية كاع، بالنسبة لعدد التلاميذ، هذا هو عدد التلاميذ وحنا عدد التلاميذ ما على بالناش، هذيك سميناها النسبة المئوية لنسبة مئوية أخرى، هكذا. دوك نستعمل القانون ديريكتوم، واش قال لك القانون؟ إكس في إكغيك، وشنو هو إكس؟ هو هذا 50%، هذا حنا نقولوا 50 في شحال؟ في 60 على 100، هذا ما كانش، شحال تخرج لنا هذه؟ تخرج لنا 30%، هذا كي نستعمل القانون. كاين اللي فهمها بطريقة واحدة أخرى، واش يقول لك؟ يقول لك انا هذه 60% هنايا نسبه الذكور تاعي هنا شحال تمثل لي؟ تمثل 100%، ياك، وانا عندي 50% منهم، تسمى هاديك 50% هنا
انا نحوس على النسبه المئويه نتاع واش نتاع نسبه الذكور الداخلين في القسم بالنسبه لتلاميذ القسم. واش ندير؟ واش تساوي لي اكس مالا؟ تساوي لي 50 في 60 على 100 ونصيبها 30%. كاين اللي فهمها هكذا، كاين اللي فهمها هكذا، المهم تكون النتيجه كيف كيف. هنا واش قلنا؟ قلنا هذاك 60% تاعي تقابلها 100%، ياك 60% تاعي هذه تقابلها 100%، ياك وانا ديت منها 50%، هذه 60 50% بارابور 60% هادو 60% تقابلها 100% و 50% نحطها تحت 100% ونحوس على اكس ديالي شحال. مو انا ما نقولوش اكس، نسموه هذا نسموه اكس فتحه ولا نسموه اكراك ولا نسموه اكراك فتحه نسموه زد. علاش؟ خاطر هنا عندنا اكس واكراك. المهم اللي فهم هكذا ولا اللي فهم هكذا، ومن الافضل انه الانسان يطبق القانون ديالكتومو الى خاف ينسى ولا خاف تلفلو. ثالثا التعبير عن الزياده او التخفيض. واش نستعملوا؟ نستعملوا القانون هدف الزياده وهدف التخفيض. بصح حنا واش نزيدوا؟ حنا نقولوا المقدار. شوفوا المقدار في هذه والمقدار ثاني في هذه. هذه الزياده والنقصان نستعملها حتى في حياتنا اليوميه لو كان ترو ماركي. لو كان نقول لكم دوكا مثال، شوفوا مليحه مثال، ما من الناس اللي ما قراش تعرفها. مثال سعر هاتف، قولوا مثال سعر هاتف 10,000 دينار جزائري، هكذا 10 مليون. دوكا نقولوا زاد هذا السعر، زاد هذا السعر بنسبة 10%، هذا كم أصبح سعره؟ كم أصبح سعره؟ باينة. تليفون كان يوازي 1,000,000، زاد ب 10%، شحال 10%؟ هي 100,000. هيدا انا واش ندير مالا؟ ندير 1,000,000 زائد 100,000. هيدا شحال كان يسوى؟ بون نديرو حنايا 100% ونديروها شحال تقابلها؟ تقابلها 1,000,000. هذه 100% تقابلها 1,000,000. انا دوك نحوس نعرف شحال زاد ب 10%، شحال السعر؟ واش ندير انايا؟ ندير هذا اكس، ندير اكس واش يساوي لي 1000 10,000 في 10% على 100%. وشحال نصيبها؟ النسبة المئوية مع النسبة المئوية تروح، شحال تبقى لي؟ كي نختزل الزوج أصفار تبقى لي 1,000 دينار جزائري. شحال يساوي لي إكس؟ يساوي لي 1,000 دينار جزائري. نقولوا 1,000 دينار أرجيريا ولا نقولوا 1,000 دينار جزائري؟ صح. واش معناها في الحالة هذه؟ واش ندير دوك أنايا؟ ندير 1,000,000 تاعي السعر الجديد، ندير 1,000,000 زائد 1,000 دينار جزائري. شحال نصيبو؟ نصيبو شحال؟ 1,100,000. هذا هو صح. دوك انا واش ندير في الحاله هذه ولا في الحاله تاعنا؟ ما نستعملش الطريقه هذه، من الافضل نستعمل القانون تاعي مباشره. شحال المقدار تاعي؟ 10,000. هاوليك المقدار عندي زياده في 1 زائد ا على 100. وشنو هي ا وشنو هي بي؟ أ هي النسبة المئوية اللي زاد بها. شحال زاد هذا؟ ب 10%. سما 1 على 10 في زائد 10 على 100. شحال نصيبها هذه؟ نصيبها 1000 زائد 1000 ماشي 1000 سمحوا لنا 10,000 زائد 10,000 في 10 على 100. شحال نصيبها هذه؟ نصيبها 10,000 اللي هي 1,000,000 زائد 1,000 ونصيبها 1,100,000 دينار جزائري. سهلة مهلة. دوكا في التخفيض واش ندير؟ في التخفيض نستعمل القانون هذا ولا نستعمل الطريقة تاعي لهنا؟ كيف كيف التخفيض نخلو كيما سعر هاتف هكذا، نقولو انخفض هذا السعر بنسبة كذا ومن نحو هذا ونجو لهنا. بالكم مع 100,000 والمليون تلفت لي 100,000 مليون 10,000 دينار جزائري، حتى الهضره تلف لك. نقولوا انخفض هذا السعر بنسبه 10%، كم اصبح سعره؟ عم بالنا باللي السعر تاعو ولا 900,000، حتى الناس اللي ما قراتش بزاف تفهم. حنايا واش نديرو؟ نستعملوا القانون تاعنا. المقدار شحال؟ 10,000 في واش؟ في 1 ناقص ب. شحال ب هذه؟ هي النسبة المئوية تاع 10 على 100. فوالا شحال تعطينا هذه؟ تعطينا 10,000 دينار جزائري ناقص 10,000. واش راني ندير دوكا؟ راني نوزع الضرب هذا ما كان. ها
عالمي. شحال تجيني هذه؟ تجيني 10,000. وهنا كي نختزل الصفر هذا مع الصفر هذا، هنا 100 سمحوا لي، شحال شحال تولي لي؟ تولي لي 100,000 دراهم. تسمى شحال تجيني هذه؟ تجيني 9,000 دينار جزائري. السعر الجديد هو 9,000 دينار جزائري. هكذا عبرنا على الزيادة وعلى النقصان بالقانون هذا، واللي ينسى القانون هذا يستعمل الطريقة نتاع مقبله، يحسب شحال نقص؟ نقص ب 10%. شحال 10%؟ واش ندير انايا؟ ندير هذيك 10,000 تقابلها 100%، هو نقص 10%. صح، المجهول تاعي شحال يساوي لي؟ اكس يساوي لي مليون، تسمى 10,000 في 100% على في 10% على 100%. ها اختزل هذه بعد، شحال تبقى لي؟ في 10% تجيني 100,000. هاوليك نقص بشحال؟ ب 100,000. واش ندير من بعدا؟ ندير السعر تاعي مليون 10,000 ناقص 100,000 ونصيبو 900,000 دينار جزائري. منا اللي خرجنا القانون هذا. هكذا تقدروا تسقسوا مام واحد جامع يقرا ويجاوبكم واش معناها نقص ب 10% ولا زاد ب 10%. برك وشنو التليفون وياي واسي 100,000 قليل ونصيبو، بالك في الدلاله ما نصيبوش. نروحوا دوكا للتطور المطلق والتطور النسبي، ودوكا نشوفوا التطور المطلق والتطور النسبي. وشنو هو التطور المطلق؟ نبداو بالمطلق، نقولوا مثال مقدار عنده قيمة ابتدائية وقيمة نهائية. هكذا عنده قيمة ابتدائية وقيمة نهائية. وش نديرو حنايا؟ نديرو اكس فينال ولا اكس واحد ناقص اكس صفر. دوك نفهمكم واش معناها القيمة الابتدائية والقيمة النهائية. نقولوا مثلا سعر حاسوب هو 551,000 دينار جزائري، 5,100,000. واش نقولوا من بعد؟ سعر نقولوا هذا في بداية السنة، في بداية السنة هذا. بعد وصلوا هذا الحاسوب انخفض، انخفض سعر الحاسوب، انخفض سعر الحاسوب إلى 50,000 دينار جزائري، 5,000,000. هكذا دوك نوريها المقدار. هاوليك المقدار هو سعر الحاسوب. صح، ما هو التطور المطلق تاع المقدار هذا؟ تسمى تاع سعر الحاسوب. حنايا واش نديرو؟ نديرو دلتا اكس واش تساوي لي؟ اسمحوا لي، دلتا اكس تساوي اكس فينال ناقص اكس انيسيال، اكس النهائيه ناقص اكس الابتدائيه، السعر النهائي ناقص السعر الابتدائي. هذا التطور المطلق، الوحده تاعو هي نفسها الوحده تاع المقدار. دونك هنا راح تخرج لي بالدينار الجزائري. بصح ردوا بالكم هذا ما عندوش وحده. نوصل للمعامل الضريبي، ما تشوفوش هذا، شوفوا هنا من فوق. هكذا واش يساوي لنا المعامل الضريبي؟ ك، نرمزوا له ك. ك واش يساوي؟ اكس واحد على اكس صفر. دوكا راكم بديتوا تشوفوا هذا اكس راه يتعاود، اكس واحد على اكس صفر. واش معناها اكس واحد؟ القيمة النهائية لمقدار ولا اكس فينال. هكذا نسموها اكس فينال خير، خليها اكس واحد القيمة النهائية لمقدار، واكس صفر هي القيمة الابتدائية لمقدار. مثال نقولوا سعر حاسوب، هاوليك سعر حاسوب هو 30,000 دينار جزائري. هذا كوندور 30,000 دينار جزائري في بداية السنة. ها قولوا مثال في بداية عام 2022، ثم انخفض إلى، ثم انخفض إلى 29,000 دينار جزائري، نقص ب 100,000 في نهاية السنة. مثال ها في نهاية السنة. صحيح، ما هو المعامل الضريبي ولا احسب المعامل الضريبي؟ واش نديرو حنايا؟ حساب المعامل الضريبي، نقول المعامل الضريبي هو المعامل الضريبي. واش نديرو حنايا؟ نعوضو برك. ها ك واش يساوي لي؟ اكس واحد على اكس صفر. دوكا وين راه اكس واحد؟ هذا ولا هذا؟ جاوبوني نتوما دارير فوزيكرون، وين راه اكس واحد؟ هذا ولا هذا؟ حنا واش قلنا؟ اكس فينال ناقص اكس انيسيال، تسمى هذا 29,000 على 30,000. شحال نصيب هذه؟ شوف مليح، المعامل الضريبي إذا كان أكبر من واحد معناها زيادة، وإذا كان أصغر من واحد معناها نقصان، وهنا راهو باين باللي نقصان. هكذا حنا واش نديرو؟ نحكمو الآلة الحاسبة تاعنا هذه ونديرو 29,000، ولا نديرو 29 ديراكت على شحال؟
على 30 ولا على 30,000. شحال نصيبوها؟ نصيبوها 0.99. وشنو راهو اصغر من الواحد؟ شحال صبناها؟ 0.9666 الى اخره. خلاص شفنا المعامل الضريبي، ماشي حاجة صعبة. ودوكا نشوفوا التطورات المتعاقبة. وش معناها التطورات المتعاقبة؟ شوفوا مليح. هنا عندي اكس صفر. وش معناها اكس صفر؟ القيمة الابتدائية لمقدار، كما درنا مقبلة سعر الحاسوب، القيمة الابتدائية، من بعد راح القيمة الدوزيام، من بعد راح القيمة التروازيام، من بعد راح القيمة الكاتريام. في الحالة هذه وش عندنا؟ عندنا المعامل الضريبي الإجمالي، ما عندناش معامل ضريبي واحد، عندنا بزاف. هذا نسموه المعامل الضريبي الإجمالي. صحيتو مقبلة. واش قلنا يساوي لنا المعامل الضريبي؟ قلنا يساوي لنا إكس واحد على إكس صفر، هكذا قلنا يساوي لنا. هذا الحالة النهائية على الحالة الابتدائية، صح. ضيفوا المعلوماتكم شيء آخر. إلا كانت زيادة كهذا وش يساوي لي؟ واحد زائد آ على 100. آ وشنو هي؟ هي النسبة المئوية اللي زاد بها. آ هذه وشنو هي؟ نديروها، شوفوا، النسبة المئوية نون ميم. وإلا كانت نقصان ولا تخفيض، وش نقولوا؟ نقولوا ك يساوي لنا شحال؟ واحد ناقص شحال؟ ب على 100. ب هذه وشنو هي؟ كيف نسبة مئوية نتاع التخفيض. وحنا واش نديرو؟ نديرو مثال باش نفهموا التطورات المتعاقبة هذه. نقولوا مثال، ارتفع سعر منتوج. نقولوا مثال، فوالا، ارتفع سعر منتوج. هذا اللي قدمنا لكم تسمعوا فيه، هذا عرس راهو داير البومبات. ارتفع سعر منتوج بنسبة 27%، ثم انخفض بنسبة 17%. شوف، زاد ومن بعد نقص. راهو زاد بنسبة 27%، هاوليك، ومن بعد نقص. تسمى كيفاش كان هذا؟ كان هكذا اكس صفر، ومن بعد راح الاكس واحد، ومن بعد راح الاكس اثنين. هذا هنا وصلوا، هنا زاد. شحال زاد؟ زاد ب 27%، وهنا نقص ب 17%. ها كيما درنا من الحاله الابتدائيه للحاله الدوزيام، زاد ومن بعد انخفض. صح. وشنو هو السؤال دوكا؟ عطيناكم السؤال احسب ما هي النسبه المئويه لهذا التطور. ما هي ما هي النسبة المئوية لهذا التطور؟ بلس، وهذه نعاود نكتبها لكم هنا باش ما تلفها لكمش. عندنا من الاكس صفر للاكس واحد للاكس اثنين، زاد ب 27% ونقص ب 17%. حنا واش نديرو دوكا؟ نحسبوا المعامل الضريبي هنا وهنا. واش نديرو؟ واش عندنا الزياده. حنا واش قلنا نديرو في الزياده؟ كيفاش نحسب المعامل الضريبي تاعنا؟ ك1 واش يساوي لنا ك1؟ هنا ما عنديش الحاله النهائيه، ما عنديش سعر منتوج ولا حاجه، ما طالي ولا طالي، غير النسبه المئويه. واش ندير هنايا؟ عندي زياده، ندير هكذا 1 زائد ا على 100. شحال ا؟ هي 27 على 100. واش قلنا؟ هذه كامل النسبه المئويه، هكذا صح. والتخفيض واش ندير؟ التخفيض باسكو نخافض، ندير ك2 تساوي لي 1 ناقص 17%. اوكي، هي هذه كامل النسبه المئويه، هذه 17. كي قلت لكم انا هنا النسبه المئويه واش معناها؟ ما ندوهاش بالمئة، النسبه برك هذيك زعما كما هنا عندنا 27، ماشي 27%، 27 برك، هي 27 على 100 وهنا 17 على 100. شحال يساوي لي دوكا ك1 وشحال يساوي لي دوكا ك2؟ هكذا نحسبهم بالاله الحاسبه، نحكموا الاله الحاسبه تاعنا ونحسبوا 1 زائد 27 على 100. شحال نصيبوها؟ نصيبوها 1.27. فوالا صحيحه 1.27، هي سهله على كل حال، ما نعرف على حسبتها بالاله الحاسبه. وهذه 1 ناقص 17% شحال تجيني؟
واحد ناقص 17 على 100 تجيني 0.83. 0.83 وش يساوي لي؟ احنا نسحقوا المعامل الضريبي الاجمالي. وش يساوي لي ك؟ يساوي لي ك1 في ك2. شحال ك1؟ هاوليك 1.27 اللي هي سهله ونحسبها بالآلة الحاسبه معليش، في 0.83 شحال نصيب هذوك؟ هذه في 1.27 نصيبها 1.05. المعامل الضريبي هنا صبناه اكبر من واحد. هنا واش نقوله في الحاله تاعنا، زياده ولا تخفيض؟ زياده، هيدا ماشي تخفيض. دوكا نروحوا النسبه المئويه لهذا التطور. نقولوا النسبه المئويه لهذا التطور. احنا واش نديروا دوكا؟ واش تساوي النسبه المئويه؟ تساوي ك ناقص 1 في 100. وين راح الك؟ هاوليك هذا هنا، نعوضوا هنا شحال نصيب؟ نصيب 1.0541 ناقص 1 في 100 ونحسبها بالآلة الحاسبة. في 100 شحال نصيبها؟ نصيبها 5.41%. هذه هي النسبة المئوية للتطور. وأخيرا المؤشرات، النسب المئوية والمؤشرات. رابعا المؤشرات. هاي رابعا واش نسحقوا في المؤشرات؟ نسحقوا زوج قوانين برك. هذا اي لي اي تساوي اكس اي على اكس صفر في 100. راكم تشوفوا هذا اكس لقينا به من قبل، وشنو هو اكس؟ هو سلسله نتاع قيم. كي نقولوا اكس اي واش معناها؟ معناها اسمها اكس صفر ومن بعد اكس واحد اكس اثنين، سلسله نتاع قيم. كيما هنا في الجدول تاعنا عندنا السعر، شوف السعر راهو يتطور. خلاص وشنو هو اكس؟ هذا هو السعر، ها 15 21 23.40. خلاص صح. واش نسحقوا ثاني؟ نسحقوا الازمنه. شوفوا هنا ازمنه تي 0 تي 1 تي 2 وناخذوا 100 كاساس في التي 0. نقولوا ناخذ 100 كاساس في التي 0. سما 100 هذه ديما كاين. هكذا دوك حنا نسحقوا نفهموا القانون تاعنا الاساسي هذا اي لي اي. بعد نروحوا للنسبه المئويه، يساوي اكس اي على اكس صفر في 100. دوك الا حبيت نحسب اي لي واحد واش ندير؟ ندير اكس واحد على اكس صفر في 100 خلاص. والا حبيت نحسب انايا اي 2 واش ندير؟ ندير اكس 2 على اكس صفر في 100 خلاص. فوالا سمح نعمر هنا ونعمر هنا ونعمر هنا ونعمر هنا خلاص سي بون. ومن بعد نشوفوا النسبه المئويه، هذا اللي نصيبه هنايا اكس اي نقصوا له 100 هذا مكان. هذه هي النسبه المئويه تاعنا. احنا ما نروحوش بعيد، خلينا نركزوا في هذه برك. هنا نقراو الجدول تاعنا ونفهموا على خاطرش بالمثال يتضح المقال. شوفوا مليح، يبين الجدول التالي تطور سعر بين 2003 2004 2005. هاي لك السنه 2003 2004 2005، هذه شنوها؟ هذه سلسله تاع ازمنه تي 0 تي 1 تي 2 هذه هي صح. وهذا واش نو السعر؟ 15 21. هذا واش هو؟ هذا اكس 0 وهذا اكس 1 وهذا اكس 2. واش قلنا هنايا عن تي 0؟ واش خدينا؟ خدينا الاساس هو 3 في 2000 خدينا الاساس هو 100 في 2003 صح. دوك كي نروح نحسب انا هنايا اي لي 1، هذا اي لي 0 وهذا اي لي 1. واش ندير انا اي لي 1؟ نعوض هنا اكس 1 على اكس 0 في 100. واش تساوي لي مالا هادي؟ شحال اكس 1؟ شحال اكس 1؟ 21. 21 شحال اكس 0؟ 15 على 15 في 100 خلاص. كي نحسبها شحال تخرج لي هادي؟ تخرج لي كي نحسبها راني حاسبها هنايا، تخرج لي شحال؟ تخرج لي 140 فوالا، تخرج لي 140. دوكا كيفاش نحسب اي 2؟ كيفاش ندير اي 2؟ واش ندير؟ ندير اكس 2 ماشي اكس 1 على اكس 0. شحال اكس 2 وراهي؟ اكس 2 اكس 2 وراهي هاي لك 23.40. 23.40 هو السعر تاعي على شحال؟ على اكس 0. شحال اكس 0؟ 15 في 100. وشحال نصيبها هذه؟ كي نحسبها شحال نصيبها؟ نصيبها 156 156 خلاص. دوكا نروح نحسب النسبة المئوية،
وش ندير في النسبة المئوية؟ ندير اي لي اي هذه اللي صبتها انا هنا كيما ندير 140 ناقص 100، وهنا واش ندير؟ ندير 156 ناقص 100. هنا شحال نصيبها؟ نصيبها 40%، وهنا نصيبها 56%. هذا ما كانوش فيها المؤشرات، هذا ما كان نسحق القانون هذا والقانون هذا، نقسم ونضرب في 100 بعد اللي نصيبها نقص لها على 100. هذا ما كان كملنا النسب المئوية للمؤشرات. هناك رايحين ديروا جام ابوني وبارطاجي، واستناونا ان شاء الله باذن الله تعالى في تمارين اللي راح تجي من بعد، وتهلاو في راكم.